يجوز إن لم أقدر على صيام 60 يوما، ده اللي بيتكلم عن الجماع في نهار رمضان بعد صلاة الفجر، القضاء والكفارة؟ إذا كان عاجزا فعلا، مش تكاسل يعني لازم يتعافى. وأنا بشك في كتير في الناس اللي بيقدر يجامع في نهار رمضان ده، ربنا مديه الصحة يصوم 60 يوم. يعني في صحة يجامع وفي صحة يصوم؟ يعني صحة بصحة يعني. إجابة نموذجية يعني منطقيا يعني. قال لك صحة في نهار رمضان؟ اه اتحاسب عليها وصوم 60 يوم بقى. صحيح. طيب،